انا عامل دور مفاجأة النهارده بالنسبه لي انا شخصيا، حبه جدا، دور مكتوب حلو جدا، المخرج بصراحه بارع، ان هو يعني زي ما يكون بينجمني او بيبروزني، او بشكره جدا الاستاذ بيتر ميمي، ان هو شايف ان انا استحق تقدير منه كمخرج، ان هو يديني كلوز او يعمل لي سلو موشن او يعمل لي حركه كويسه. كان بيديني ملاحظات كنت بحس ان هي بتعليني وبتعلي الفيلم. نموذج لضابط الشرطه المنضبط اللي بيخاف على شغله وبيخاف على صوره مصر. انا ضابط في شرطه السياحه، بيثار جدا لمجرد انه يعرف ان في حد ما تبسمش في وجه يعني مثلا سايح عندنا. السياحه اتضربت يا جماعه، لان المواطن المصري بيشتغل السايح زي ما بيقولوا من اول المطار لحد مش عارف فين، والحاجه ام خمسه يديها له ب 50 و100 يا جماعه احنا عايزين نظهر بصوره مشرفه عشان السياحه لازم ترجع. السياحه مع قناه السويس، مع جيشنا العظيم، مع الرئيس العظيم جدا اللي انا يعني يعني بحس ان هو المخلص لكل الظلمات اللي احنا عشناها في الفتره الماضيه، واللي يعني شفت له رؤى كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله يعني ينهض بمصر الى الامام. عايزين السياحه ترجع تاني، السياحه ترجع تاني بالحب، يعني زي ما بقول له يعني في الحديث، تبسمك في وجه اخيك صدقه، او الكلمه الطيبه صدقه. الناس تحب بعض، تخاف على بعض، نحترم الضيف، نحترم الغريب، نحترم بعض، نحب بعض. الضابط اللي انا بقدمه بيثار لمجرد ان يشوف حد بيتعامل مع حد بشكل مش كويس. الضابط لما حد يتعامل معاه باحترام هيتعامل معاه باحترام، اما حد بيتعامل معاه بقله ادب لازم ياخد معاه موقف. والله عندي فيلم عظيم جدا عن حرب اكتوبر المجيده، 6 اكتوبر 73، كلنا نفتخر ونعتز بيها جدا. فيلم اسد سينا، الفيلم اسمه اسد سينا، اخراج استاذ حسن السيد وانتاج استاذ عادل عبد العال. نعم، انا دوري عبد العاطي صيد الدبابات بسلاح الاربشيه. عبد العاطي ده يا جماعه كان اسد مصري، استشهد في عمليه يعني انتحاريه في سينا. انا بهدي الدور ده لكل شهداء حرب اكتوبر ولكل شهداء الجيش والشرطه اللي ضحوا بدمائهم الزكيه عشان نعيش في امان وسلام. الناس دي اقل تقدير ان احنا يعني نترحم عليهم باستمرار، او ان احنا نعمل اعمال تخلد اساميهم وذكراهم قدام اسرهم وقدام ذويهم. يعني انا ليا التراس يعني من الجمهور ومن الشباب، سواء كان جمهور الاهلي او الاسماعيلي او الزمالك، يعني بشجع طبعا اللعبه الحلوه وبحب كل الجماهير، وبحاول ان انا اكتسب الشباب دون، ويعني بيقولوا لي احنا معاك، نفسنا نشوف شربيني يقدم شربيني. يا جماعه ازاي؟ يعني انا فيلم انا بضيع يا وديع طلعت بشربيني، فيلم المصلحه مع العظيمه ساندرا نشأت، استاذ احمد السقا كنت طالع شربيني بس اتشال في المونتاج. في فيلم حديد اللي عمل نجاح لما نزل في التلفزيون، اول تجربه اخراج للاستاذ محمد السبكي، اللي بكن له الحب والتقدير وبقول له استاذ محمد ما تنسانيش عشان انت يعني نسيتني من بعد فيلم حديد، يا رب تفتكرني عشان نصلح وناخد فرص احسن. فيلم حديد نجح في التلفزيون مع النجم عمرو سعد، اسم شربيني في الفيلم. فبالتالي عملت 3-4 افلام باسم شربيني. نفسي بقى اعمل يعني شربيني يعني زي اسماعيل ياسين الله يرحمه. بحب الفنانين بتوع زمان، عبد المنعم ابراهيم وسمير غانم وناس فؤاد المهندس وزكي رستم، الناس اللي قدام دي انا بتاثر بيها جدا، وبشوف ان هم كانوا عظماء قوي قوي قوي. الله يرحمه ويحسن اليه. والله والله كان في بالي امبارح بالليل الاستاذ نور الشريف. انا كنت قدام جامع اسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وانا كنت مثلت دور عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب في مسلسل رجل الاقدار، مع الاستاذ وفي وجدي الله يرحمه. كان قدام الاستاذ العملاق العظيم نور الشريف وجلدني، انا كنت اللي هو شرب الخمره في النيل وانجلد وكده. عايز اقول لحضرتك في سري كده، قلت اين عمر بن الخطاب، اين علي بن ابي طالب، اين ابو بكر الصديق، اين عثمان بن عفان، وبكيت. فدلوقتي بقول اين نور الشريف، يا رب يبقى في الجنه مع الناس دي، يا رب يبقى في الجنه. وبقولها لك من قلبي يا استاذ نور، عشان انت كنت متواضع جدا 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 وكان عالمي. وبصراحه يعني انا بحب الفنان المتواضع ايا كان، لان الفنان المتواضع ده انت مش ملك نفسك، انت ملك الناس اللي بتحبك وبتقطع تذكره وبتخش تتفرج عليك وبتديك من وقتها ومن مالها ومن جهدها عشان يستمتعوا بفنك ويستفيدوا منك.
احنا اتعلمنا منه كتير. كان بيحب طلبة المعهد جدا، استاذ نور الشريف عليه رحمة الله، كان بيحب طلبة المعهد عارفه مسرحية جدا، كان بيقف معانا ويشجعنا الله يرحمه، وربنا يجعله في الجنة ونعيمها بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله.